إيدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من نواحي سليمان، فأناقش معكم موضوع ديال المنتخب الوطني المغربي بعد المناداة على إبراهيم دياز، وأيضا سفيان رحمي، واش في نظركم هاد اللاعبين الجدد سيعطيان حافز لضعف صبيب الإنترنت؟ ما رأيكم في تشكيلة أسود الأطلس الجديدة؟ فالمنتخب الوطني المغربي سيواجه كل من أنغولا وموريتانيا جوج الماتشات مهمين، واش في نظركم مناداة على كل من رحيمي ونجم ريال مدريد ابراهيم دياز غادي يكون عنده واحد الوقع إيجابي على أداء أسود الأطلس؟ مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، دائما أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر اللي كيف ما ذكرت كنناقشوا معكم من خلاله موضوع مهم، موضوع ديال المناداة لا لاعبين جدد ك الرحيمي و ابراهيم دياز. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، ما رأيكم وهل المناداة على هذين اللاعبين سيعطيان قيمة جديدة لأسود الأطلس؟ مشاهدينا الكرام، إذن كيف ما ذكرت مشاهدي قناة شوف تي في، نتمنى يا رب هاد التشكيلة الجديدة تعطي الأكل ديالها بإذن الله، ونشوفوا أداء يكون في المستوى العالي. دمتم في رعاية الله مشاهدي قناة شوف تي في، إلى اللقاء.